السلام بنت رسول الله
الله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبتا فقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني من كساء اليماني وغطيني فأتيته وغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي نعم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لي عليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي
رسول الله بالطرف القصا فأوحى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لهم لحمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمه وعدو لمن آذاه ومحب لمن أحبه منهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سماء مبنية ولا أرض مضهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا منيرا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلبا. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال لأبي السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويبشرك بالتحية والإكرام ويكون لك وإذلي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال جبرائيل لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فضنا وفاض شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة.
فقال علي نظم والله فضنا والسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا والسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوا کریم اللہ محمد و آل محمد صدقہ اپنی رحمت واسعہ دا صدقہ اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ جتنے مومنین بانیان متولی صاحبان اس جگہ نال تعاون کردے ہیں ان قبریں وچ پہنچ گئے ہیں خالق انہاں دے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ رحمتاں دا نزول فرماوے بحق الحسین جتنے ہیں سارے حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما کریم اللہ بحق صاحب الاسر والزمان جو پریشان حال ان ندیاں پریشانیاں دور فرما جو مقروض ان قرض ادا فرما جو بے اولاد ان جھولیاں آباد فرما کریم اللہ جنہاں دیاں دعاواں سارے ذمے لائیں گے انہاں دے حوائج پورے فرما کریم دنیا چ حسین دی زواری آخرت چ مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرماویں کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے مظلوم کربلا دی مظلومی دا واسطے سارے وارث نو حجت اللہ بقیت اللہ امام زمانہ دے ظہور اچ تعجیل فرما ساریاں گناہگاہ رکھی نو مولا دی زیارت دے قابل بنا کم قیمت خون کم قیمت جان امام زمانہ دے قدمہ دا نظرانہ قرار فرما دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اللہ